السلام عليكم، مرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون كلكم احوالكم طيبه وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم جليله شانيل. يوم جديد، فيديو جديد. نهار اليوم ان شاء الله غادي نهضر على لي فورماسيون. حيت جاوني ميساجات في انستغرام، يعني في ميساج بريفي على هذا الموضوع، وقلت علاش لا نديرو لا نقدر نفيد به. كيف ما تعرفوا ان العمل في فرنسا يتطلب اما يكون عندك ان ديبلوم، يا اما يكون عندك اون فورماسيون، يا اما يكون عندك غير ديكسبيريونس. واخا ما عندكش، يا اما حتى الا ما كانش عندك ديكسبيريونس يديروا لك ان ستاج ولا اون فورماسيون انترن، يعني داخليه في مكان هذاك العمل، ومن بعد يخدموك. باش ما نطولش عليكم، نبدا معكم اول فورماسيون اللي بغيت نهضر عليها. اول فورماسيون كاين بريباراتور او بريباراتريس دي كوموند، هي الشخص اللي كيحضر لا كوموند. شنو هي هاد لا كوموند؟ مثلا كتخدمي في لي غون سيرفاس، كارفور، ليدل، كيكون عندكم دي ليست باش غادي تحضروا لي كوموند. كاين الشخص اللي يحضر لي كوموند، كاين الشخص اللي مثلا غادي كوموندي، كاين الشخص اللي غادي يحضر لي كوموند، كاين الشخص اللي غادي مثلا غادي سكوتشي لي كوموند، كاين الشخص اللي غادي يليفري لي كوموند. يعني كل واحد والاختصاص نتاعو. هادي سميتها بريباراتور ولا بريباراتريس دي كوموند، سا ديبون اذا كنت يعني رجل او امراه. هادي تقدروا تشوفوا مع بول امبلوا ويديروا لكم هاد لا فورماسيون. فعلا كاينين الناس اللي يقدروا يخدموا بهاد المهنه، في هاد المهنه بلا حتى شي فورماسيون، ولكن فاش تكون عندكم فورماسيون كيكون احسن. كذلك كاين فورماسيون الا بغيتو تسوقوا لو بوالور، كوندكتور فواياجور ولا كوندكتور ترونسبور روتيير. الناس اللي باغيه دير بيرمي باغ اكزومبل باش تسوق لو بوس، ولا هادوك الشاحنات اللي كينقلوا لي مارشانديز، تقدروا تشوفوا مع بول امبلوا، ولكن بشرط خص يكون عندكم لو بيرمي بي، تكونوا ديجا عندكم بيرمي تاع السياره. كاين فورماسيون ديال اجون دو سيكوريتي، اجون دو سيكوريتي اللي كنشوفوه في جميع الاماكن فاش كنخرجوا، كنشوفوا واحد السيد ولا واحد السيده واقفين بور لا سيكوريتي، سا سابيل اجون دو سيكوريتي. هذه كذلك تقدروا ديروا هاد لا فورماسيون، هي حاجه مزيانه. كاين لو بيرمي كاسيس، هاد لو بيرمي كاسيس هو واحد لو بيرمي اللي كديروه باه الا بغيتو تخدموا مثلا في لوزينات، في لوزين. لو بيرمي كاسيس هو اللي كيأهلك انك باش يكون عندك تقدري تسوقي هذوك لي ماشين، سواء لي ماشين اللي كيكونوا في مجال البناء، لي ماشين اللي كيحفروا، او لي ماشين اللي كيرفعوا هذاك الصخر الثقيل، او انك تخدمي في لي زوزين مثلا اللي كيكون كنقولوا كنبغيو نحتاجو نهزو هذوك لي باليت لي كوموند اللي كيكونوا كبار. ايتو نظن راكم فهمتوني من كنهضر. كاين دي فورماسيون اسيستون دونتير، هاد اسيستون دونتير حاولت انني نبحث فيها، لقيت انه البول امبلوا كتريتي لي دوسي، سا ديبون، يعني عندهم شروط باش يتريتيو لو دوسي. ما عرفتش انايا بالذات فعلا هاد الشروط، حيت كيف كنقول لكم انايا كنعطي لكم لي فورماسيون، يعني وكنحاول انني نشرح وشنو هي هاد لا فورماسيون، ولكن نتوما عليكم انكم ديبلاصاو وتشوفوا مع بول امبلوا، تشوفوا مع الكونسيير ديالكم الا كنتو في بول امبلوا، او انكم تشوفوا مع لو ريفيرون ديالكم الا كنتو في لو بلي لو بلان لوكال اللي متابعكم. كنعطيكم يعني غير بعض لي فورماسيون اللي انايا كنعرفهم او سمعت عليهم او بذاتي جربتهم وكنقولهم لكم، وانتوما عليكم يعني الا كنتو فعلا باغيين ديروا فورماسيون وتخدموا غادي تنوضوا وغادي تشوفوا الحاجه اللي تناسبكم. هاد لا فورماسيون ديال اسيستون دونتير كيف قلت انه بول امبلوا هي اللي كتريتي لي دوسي باش انها تشوف واش مناسب، وكتكون هاد لا فورماسيون فيها اكثر من 600 ساعه، وكتكون في هذاك لو سونتر دو فورماسيون، ومن بعد عاوده كتكون من موراه فورماسيون انترن في ان كابيني دونتير. الوغ كاين فورماسيون انفورماتيك، وهذه كنشوفها يعني هي مساله مزيانه بزاف ومهمه. انفورماسيون انفورماتيك هي يكون عندك لو تريتمون دو تيكست، يعني درك راه من لي باز، يعني من الاحسن ان الواحد ولا خدا الباك ديالو يدير معاه اكومبانيه بواحد الفورماسيون ديال انفورماتيك. يكون عندك الوورد، اكسل، باوربوينت، يعني هاد المسائل تحتاجوهم. كاين كذلك فورماسيون اجون داكوي، لا فورماسيون اجون داكوي هي كتكوني كيف كنقولوا مضيفه استقبال، ولكن وظيفة استقبال راه ماشي غادي تكوني واقفة
وغادي غير تستنى شي واحد يستقبله. لا مون ديفا تيستقبل كيكون عندك لو بيرو نتاعك، كيكون عندك لاكوي نتاع تليفوني كيفوزيك، يعني غادي تجاوبي على التليفون. الى جا شخص كذلك غادي تستقبليه، غادي توريه فين غادي تانستالا في لا سال داتونت. الى كان عنده دي رونديفو خصك يعني تو دوا ابلي لا بيرسون اللي غادي تقولي له فوالا راه مسيو ولا مدام راه وصلوا راهم في لا سال داتونت كيستناوك. سا سابيل اجون داكوي، عندك لاكوي ابل تليفونيك اي لاكوي فيزيك. كذلك يكون عندك دي تاش ادمنستراتيف، دي بتي تاش ادمنستراتيف. لهذا الا كان عندك لانفورماتيك تريتمون دو تيكست تقدري تحتاجيه يطلبوا، ماشي كاع لي زاجون داكوي كيطلبوا منهم انهم يكون عندهم لو تريتمون دو تيكست، ولكن بعض الاماكن. كذلك كاين فورماسيون اونغلي، هاد لا فورماسيون ديال لونغلي ça dépend غادي تطلبو منك الا بغيتو تطلبو بون بلو بغينا نديرو فورماسيون اونغلي. سا ديبون المجال اللي غادي تختصو فيه. الا مثلا كنتو غادي تخدمو في مجال البيزنس، الوغ هاد لا خص غادي يديرو لكم فورماسيون اللي غادي يكونوا فيها لي تيرم، يعني الكلمات اللي تستعملوهم وطريقه الكلام كيكون يعني كلمات مختصه بالبيزنس. اذا كنتو مثلا بغيتو تخدمو في لاكوي غادي ديرو مثلا لونغلي اللي يكون مختصه انكم تهضروا في لاكوي. يعني سا ديبون واشنو نتوما المهنه اللي بغيتو ديروها باش هما يقدروا يعطيوك الانجليزيه اللي تكون مناسبه لهذاك العمل. كاين اجون ماشينيست. اجون ماشينيست وهو انه كتعلمو لي ماشين تاع لي زونتروتيان، كيف كتشوفو مثلا فاش كتمشيو لي غران سيرفاس ولا لوبيتال كتشوفو ان اجون اللي كيكون عنده واحد لا ماشين كينقي بها الارضيه. سا سابيل اجون ماشينيست. كاين لاسيستونت سوسيال، فورماسيون تاع لاسيستونت سوسيال انا بحثت فيها لقيت انه خص يكون باك بلس 3. كاين كذلك كونطرا دابرونتيساج. الكونطرا دابرونتيساج وهي انك بغيتي تتعلمي واحد المهنه او انه واحد المهنه ديجا عندك ليكسبيريونس فيها مي بغيتي تزيدي تطوري نفسك منها، كتطلبي من الكونسيير نتاعك انها تشوف لك اذا كان كونطرا دابرونتيساج. وكاينين، وانا بالفعل كنت كنشوف في انترنت لقيت كاين كونطرا دابرونتيساج انك تخدمي في هذاك المكان اللي غادي تخدمي فيه وكذلك عندك واحد لابارتي كتقراي وفي الاخر نتاع الشهر عندك السالير ديالك، يعني كتكوني في الحقيقه رابحه كتقراي اون ميم طون كتخدمي. كاين كذلك سكرتير ميديكال. سكرتير ميديكال لا فورماسيون ديالها تقدري من بعد تخدمي في لابوغاتوار في كابيني دونتير نون كابيني تاع شي طبيب، تقدري تخدمي في لوبيتال، تقدري تخدمي في ان كلينيك. غير اللي بغيت نقول لكم انا هاد لي فورماسيون اللي راني كنقولهم لكم نتوما من بعد فاش تشوفوا مع الكونساي غادي تشوف اللي يناسبكم. غير باش ما نبقاش نكرر هاد الهضره، الكونسيير هي اللي تشوف اشنو يناسبكم. انا فقط غير راني كنقول لكم انواع نتاع لي فورماسيون واللي الحاجه اللي عرفتها راني كنقولها لكم. كاين كذلك فورماسيون انا كنت طلبو تقراو اللغه الفرنسيه، يعني هادي حاجه مزيانه حيت غادي يكون عندكم ان ديبلوم في الاخر. وكيف ما قلت في واحد الفيديو فاش تقراو اللغه الفرنسيه ويعطيوكم ان ديبلوم، هذاك الديبلوم تحتاجوه نهار اللي تبغوا تطلبوا الجنسيه الفرنسيه بحيث انه ما غاديش تفوتوا واحد لو تيست اللي هو خص تخلصوا فيه. هاد لو تيست نتاع باش اللغه الجنسيه الفرنسيه كيتخلص فيه حتى ل 140 او ما بين 120 اورو حتى ل 140 اورو. لكن اذا كان عندكم ديبلوم ديال اللغه الفرنسيه ما غاديش تحتاجوا انكم دوزوا هذا لو تيست، هاد الامتحان. كذلك كاين اجون ترافيرسي دي زيكول. اجون ترافيرسي دي زيكول هي الشخص اللي كنشوفوه كيقطع الدراري او الاطفال في الصباح فاش يكونوا غادي يدخلوا ليكول، وكذلك كيقطعهم الطريق فاش كتكون لا سورتي نتاع لي زيكول. سميتو اجون ترافيرسي دي زيكول وهادي راه كاينه حيت انا بداتي كانت بومبلوا كانوا كيلغاولي، ولكن انا كنت خدامه يمكن وقع الغلط كانوا كيلغاولي باش انني نخدم هاد الخدمه. تقدروا تسولوا عليها الكونسي ديالكم، سميتها اجون ترافيرسي دي زيكول. كاين كذلك واحد هادي فورماسيون ولكن ماشي بومبلوا، انا كنهضر في الجهه نتاع باري كنهضر على الجهه نتاعنا، نتوما تقدروا تسولوا في الجهه اللي كتسكنوا فيها. هاد الخدمه باش تخدمي في لايروبور في المطار سميتها اجون دو بيست اي باجاجيست.
هاد لاجون دو بيست اي باجاجيست تخدمي في الايروبور. اشنو في الايروبور؟ انه كتكون عندك هادوك اجون دو بيست، هما هادوك اللي كيديروا لو سينيالمون لافيون منين غادي تكون دير لاتيريساج. وكذلك باجاجيست يعني انه تكونوا نتوما اللي كتكون عندكم واحد بحال ام بتيت فواتور سميتها لا شارلوت، لا شارلوت جو بونس، لا شارلوت ولا شاريوت، لا شاريوت بلوتو، هي اللي تنقلوا فيها هادوك لي باجاج اللي نزلهم من الطائره. ونتايا او نتيا فقط كتسوقي هذيك لا بتيت فواتور اللي كتنقل الباجاج، باش انكم تخدموا بحال هاد الخدمه. مثلا في الجهه ديالنا نتاع اورلي ولا شارل دوغول في لي زايروبور لابد ما تديبلاصاو وتحطوا تما لو سي في. من بعد فاش يقبلوكم غادي تفوتوا غادي يديروا لكم اون فورماسيون انترن، يعني هما يقريوكم. وفاش غادي يقريوكم؟ غادي يقريوكم مثلا على لي ماتيير دونجوروز، على يقريوكم على وكذلك يدير لكم ان بيرمي. هذاك لو بيرمي سمعت سابيل لو بيرمي تي زاد، يعني باش حتى تسوقوا هذيك السياره الصغيره اللي كتهزوا فيها الاثقال لي باجاج هما اللي كيديروا لكم لو بيرمي. ولكن خص يكون عندكم ديجا لو بيرمي تاع السياره لو بيرمي بي. وكذلك كي يديروا لكم فورماسيون على لي جيست او بوستور، كيفاش انك تهز الاثقال، كيفاش انك المهم لي بوزيسيون تاع لو كور كيفاش خاصهم يكونوا. هاد لي فورماسيون اللي كيديروها لكم يعني لي سوسيتي اللي هما حيت في لايغوبور كاين دي سوسيتي، هاد لي سوسيتي هما اللي مختصين فاش تبغوا تحطوا السي في مثلا اجون دو بيست اي باجاجيست. انا قلت في الجهه نتاعنا نتاع لايغوبور اورلي اي شارل دوغول. الناس اللي في جهات اخرى فرنسا بوردو ليون تولوز، يعني نتوما تقدروا تسولوا، الا قدرتوا تسولوا كونسيير نتاعكم وقدرت تنفعكم في حاجه مزيان، والا ما عرفاتش ولا ما تقدروا نتوما ديبلاصاو وتشوفوا لي سوسيتي اللي انهم مرتبطين بالعمل في الايروبور. كاين كذلك اسيستونت ماتيرنيل. اسيستونت ماتيرنيل يعني باش تخدم اسيستونت ماتيرنيل ما كيطلبش يعني ان اكسبيريونس ولا ديبلوم ولا لا، كيطلب اكسبيريونس يكون عندك يعني ديجا خدم، ماشي خدمتي ديجا، يكون عندك بعدا عائله وتكيبيتي بالاولاد ديالك، يعني باش تقدري ديري اسيستونت ماتيرنيل. وإلا بغيتو تشوفو اسيستونت ماتيرنيل غادي ديرو مثلا لو سيرفيس بي ام اي في انترنت وغادي تشوفو فين كاين اللي قريب لكم وتمشيو وتسولو. كاين انيماتريس و انيماتور، يعني هادوك الناس اللي انيماتريس و انيماتور في لي في لي زيكول ولا في لي سونتر دو لوازير. انيماتور باردون انيماتريس انيماتور ما عرفتش انيماتريس انيماتور ما عرفتش كيفاش نقول انيماتريس انيماتور بالعربيه او بالدارجه. هي هذيك البنت او هذاك الولد اللي كيكونوا خدامين في لي سونتر دو لوازير ولا في لي زيكول مع الاطفال، ولكن باش انكم مثلا دير لهم دي زاتوليين تاع لا بانتور، كيكون مثلا تعلموهم لا ميوزيك، انكم ديروا معاهم دي جو، هذا هو كي سابيل انيماتور ولا انيماتريس. كاين كذلك الفورماسيون ديال اد كوزينيير اللي بغى يخدم انه مساعد نتاع الكوزينيير او الكوزينيير في اي مكان، ريستورون في لي زيكول في لا كونتين. وهاد لا فورماسيون تطلب انو سنه. وكاين كذلك لي اجون تيريتوريال ولا اجون بوليفالونت. هاد لاجون بوليفالونت كيكونوا الناس اللي انك تقدري تخدمي في اي مكان، وهذاك المكان اللي تقدري تخدمي فيه ديري فيه عده اعمال. مثلا الناس اللي كتخدم في لا كونتين و اجون بوليفالون يقدر يدير اون بارتي نتاع لونتروتيان، ويدير اون بارتي انه يهود لا كويزين، يخدم مع الناس ديال لا ريستوراسيون تاع لا كويزين. نتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد، نتمنى لانه فعلا فعلا حضرت له من القلب ديالي، وانه كنت كنبحث فعلا، وانه حوايج لان اللي قلتهم كانوا با اكسبيريونس وحوايج يعني نيشان مثبتين ماشي غير هضره. اذا كنتو بغيتو تشوفوا هاد لي فورماسيون كاين maformation.fr، غادي نكتبهم في لا بواط ديسكريبسيون في خانه الوصف اسفل الفيديو اللي بغى يشوف ويدخل. اون فوا ديروا maformation.fr غادي تعطيكم لي فورماسيون. كاين غريتا، كاين لافبا. هاد غريتا لافبا سون دي سونتر
des formations qui sont agréées, liées avec l'État. Kain kadalik emploistore.fr. هادو كاملين غادي نديرهم في خانة الوصف، وهكذا إلا شي واحد بغى يبحث على شي حاجة يقدر يمشي يدخل ويبحث. ونتمنى أنه يكون هذا الفيديو كان مفيد، وأنكم فعلا لقيتوا الحاجة اللي كنتوا يمكن كتدوروا عليها، أو أنكم كنتوا تايهين شي شوية وما عارفينش شنو باغي نديرو. نتمنى أنه يكون مفيد، ونتمنى أنكم تشجعوني وتدعموني كيف ديما بالكومنتار المزيانين ديالكم وباللايكات نتاعكم، وما تنساوش تبارطاجيو، وربما يكون شي واحد محتاج لهذا الفيديو وباغي يسمع له. وإن شاء الله الفيديوهات القادمة ليكونوا كذلك في مواضيع اللي هما مفيدة لكم. ونقول لكم نهاركم سعيد إن شاء الله، وفي أمان الله. باي باي.